النهارده كابتن ايهاب جلال قال تقريبا شبه الكلام اللي انا قلته ده، او انا يعني انا اللي قلت شبه الكلام اللي قاله، انه ما تحكموش دلوقتي على المنتخب، لسه انا ما حطيتش البصمه بتاعتي كامله، لسه طريقه اللعبه ما حطيتهاش كامله، دي كلها امور هتشوفوها الفتره اللي جايه. قال مباراه مهمه طبعا ضد غينيا، هنواجه منتخب جيد والبدايه بالتاكيد مهمه بالنسبه لنا، وكل اللاعبين الموجودين مستعدين ولدينا بعض الغيابات خلال الايام الاخيره. تعالوا نشوف جزء من مؤتمر الكابتن الكبير كابتن ايهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني ونرجع نكمل كلامنا. طبعا احنا نتكلم على المجموعه الاول. الاربع فرق كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا الاخيره، مباراه بكره غينيا ضد غينيا هنا ان شاء الله في القاهره. فرقه جيده لكن بدايه طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. الشق الاولاني طبعا ممكن، دي حاجه مش بعيده، لكن اقول حاجه فيها ان دايما بتبقى المشكله مش في ان يجي حد، المشكله ان المستقبل نفسه، يعني اللعيبه تبقى عندها استعداد، وده اللي ممكن نهيئهم ان شاء الله عليه ونطور نفسنا شويه ونقدر يبقى موجود دايما. اخصائي مش عايزين نقول نفسي بس يعني اخصائي رياضي يعني. ده بالنسبه للماتش، هو طبعا محمد جاي وعنده اندفاع جيد جدا، ودي حاجه يعني انا سعيد بيها زي اللعيبه كلها، اللعيبه الكبار كلهم جايين وعايزين يعملوا حاجه وعايزين يكملوا اللي هم بداوه قبل كده ان شاء الله. يعني يبقى في استثمار شويه لبعض الايجابيات اللي حصلت ونبتدي من عندها ان شاء الله، مش عايزين نلغي اي حاجه اتعملت قبل كده، وخصوصا ان احنا في وقت ضيق مش هنقدر نعمل حاجه كبيره من ناحيه الشكل العام. وانا قلت للعيبه ان انا مش جاي اغير الفرقه، انا جاي نحاول نخلي الناس تلعب بطريقه مختلفه على مدى اطول شويه، وفي نفس الوقت نحاول ان شاء الله نكسب من اول مباراه. يعني انا قلت ان انا مش هاجي اغير تغيير كبير من اول مباراه، لان دي بتحتاج يعني حاجات مختلفه ووقت اطول شويه في ان انت تعود اللعيبه على طريقه لعبه مختلفه شويه، وخصوصا المنتخب بيبقى مختلف شويه عن الانديه، الوقت ما بيبقاش كبير، وفي نفس الوقت بنعتمد غالبا بعد ربنا على امكانيات اللعيبه او اللعيبه الجيده اللي بتبقى عندك اكتر من نادي شويه. يعني انا ما بقولش ان احنا نغير تغيير كبير، دي احنا هنحاول ان احنا زي ما قلنا نحافظ على نفس الشكل مع تطوير بعض الحاجات، منها ان احنا نحافظ على الكوره شويه في بعض الاوقات، ودي يعني ان شاء الله مهمه بالنسبه لنا مع وجود اللعيبه الكبار اللي موجودين. يعني طبعا اللعيبه المحترفين كلها واللي جايين من بره احنا كلهم موجودين معانا في المعسكر، وفي ناس جت قبل المعسكر زي مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، و احنا مركزين ان شاء الله في الماتش الاول، اهم حاجه باذن الله ما يطلعش اصابه، حد عنده اصابه، وان شاء الله هنحاول في ماتش كوريا. ما انا قلت قبل كده ان احنا ممكن خلال الماتشين الجايين ان شاء الله او ماتش كوريا خصوصا ناخد بعض اللعيبه اللي احنا كنا قايلين عليها قبل كده، لكن اللي مش ما كانش ينفع ان احنا نبتدي نديهم بعض الفرص، لكن هنحافظ على القوام الاساسي ان شاء الله المنتخب، لان هي مباراه كبيره وفي نفس الوقت مهمه بالنسبه لنا. يعني في الاول برحب بيكم طبعا في المؤتمر الصحفي وللمباراه الاولى ان شاء الله بكره، اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا، واللعيبه كلها الحمد لله مركزه، اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه كويسه لمنتخب مصر. ان شاء الله هنبني على الحاجات الكويسه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، وتبقى من بكره ان شاء الله بدايه جديده في اول مباراه ان شاء الله هتساعدنا كتير الفتره اللي جايه. فأتمنى التوفيق إن شاء الله ليا ولكل زمايلي إن شاء الله للجهاز الفني. موضوع الإصابة أنا الحمد لله تمام، وشاركت مع نادي الأهلي قبل ما أجي منتخب مصر، فالحمد لله جاهز إن أنا أكون موجود مع منتخب مصر وإن أنا أأدي. تاني حاجة، زي ما بدأت كلامي قلت لك إن إحنا عملنا حاجات كويسة الفترة اللي فاتت، فهنبدأ من عندها، يعني هناخد الحاجات الكويسة وهنبني عليها الفترة اللي جاية، وهتبقى دي دوافع للناس اللي موجودة ان هي تعمل حاجة اكتر من اللي عملناه الفترة اللي فاتت. واللعيبة الجديدة، يعني معظم اللعيبة اللي موجودة كانت موجودة قبل كده في منتخب مصر ما عدا واحد او اتنين،
فاللعيبه اللي جايه جديده تمام دي هي عندها دوافع كبيره اصلا، يعني اللعيب جاي اول مره منتخب مصر بيمثل منتخب مصر بقى عنده دوافع كبيره، فمش محتاجين ان احنا نديهم دوافع اكتر من كده، محتاجين بس ان هم يخشوا جوه المجموعه ويتاقلموا ويبقوا فاهمين يعني ايه منتخب مصر، وده هيساعدنا وهيساعدهم الفتره اللي جايه.